22 يوم تفصلنا عن إعلان الهاتف الرائد المنتظر من شركة سامسونج، وهي سلسلة جالكسي أس. كنا ننتظر S11، ولكن الشركة قررت إطلاقه بإصدار S20، يعني هذا هو الهاتف الجديد المنافس لآيفون 11 وعديد الهواتف الرائدة الموجودة في السوق الحالية. على كل حال، الهاتف يأتي في 3 نسخ، كلها ستطلق في 11 فبراير القادم، وستأتي بمميزات جديدة خرافية على الشاشة على الكاميرات، وهناك اختلاف بين النسخ الثلاث. المهم، لدينا S20، S20 بلس و S20 ألترا، كلها 5G. وإن أردتم التعرف على أهم التسريبات تابعوا معي حتى النهاية، ولكن قبل أن نبدأ انزل الجميع تحت الفيديو اضغط زر اللايك، وهذا أقل دعم يمكن لمتابعي أمني تقديمه لنا، فزر اللايك يساعدنا كثيرا في وصول الفيديوهات إلى جميع المتابعين. يلا لايك ونبدأ على بركة الله. نتحدث أولا عن تصميم الموبايل. فمن الجهة الأمامية لدينا خلط بين النسخة القادمة التي هي الأستان والنوتان. النوتان نتحدث عن الثقب الموجود على وسط الشاشة، أما من الجهة الخلفية مثل M30S أو الجالكسي نوتان لايت فلدينا ذلك الشكل المستطيل لإطار الكاميرات الذي يحوي 4 كاميرات إضافة إلى فلاش. حقيقة أنا شكل الكاميرات الرباعي بذلك المستطيل لم يعجبني كثيرا، ولم أكن أنتظره في إصدارات الأس. لا يحمل الهاتف كالعادة منفذ السماعات، ويأتي مع دعم بطاقة ذاكرة خارجية حتى 1 ترابايت. الأزرار وكل شيء كالعادة مع مستشعر بصمة بصري مدمج تحت الشاشة. من المقدر أن يأتي وزن الهاتف ب 165 غرام وسمك 7.9 ملم، وهذا جميل جدا. وهو مصمم بإطار من الألمنيوم مع واجهة وخلفية من الزجاج محمية بطبقة كارمن غوريلا غلاس الجيل السادس. ننتقل إلى شاشة الموبايل التي هي من نوع ديناميك أمولاد بحجم 6.2 إنش، دقة WQHD+، مع كثافة بكسلات تصل حتى 550 PPI، وتغطية للواجهة تقارب 90 إلى 91%، مع نسبة سطوع وتباين عاليتين جدا، وتقنية Always On Display ونسق HDR10+. مع الشيء الجديد في هذا الموبايل وهو معدل تحديث 120، وهذا يساعد كثيرا في التصفح أو خصيصا لعشاق الألعاب، لذا هذه الشاشة تعتبر مثالية وجميلة جدا لهذه السنة. ننتقل إلى أداء الجوال. هو شغال على نظام أندرويد 10 مع واجهة الوان UI2، وسيأتي مع نسخة بمعالج سناب دراجون 865، والنسخة الثانية مع معالج إكسينوس 990. هو 8 أنوية بتردد 2.84 جيجا هرتز، مع معالج رسوميات أدرينو 650 أو معالج مالي مع نسخ الإكسينوس. الرامات يأتي مع 8 و12 جيجا بايت، مساحة التخزين الداخلية 64 128 256 جيجا بايت، وكل هذا يبقى حتى تأكيد وصدور النسخ. المهم، مواصفات جميع الموبايلات تجدونها في الروابط أسفل هذا الفيديو لكل نسخة، يعني مواصفات، وسيتم تحديث هذه المواصفات مع صدور الموبايلات. نتحدث عن التنقيط الذي حققه معالج سناب دراجون 865، حقق حتى 550,000 نقطة، ومن المنتظر أن يحقق الإكسينوس نفس التنقيط، يعني حتى 500,000 نقطة إلى 550,000 نقطة. الآن ننتقل إلى النقطة المهمة وهي الكاميرات. لدينا كاميرا خلفية رباعية كما قلنا الأساسية بدقة 12 ميجا بكسل، فتحة عدسة تتغير بين 1.5 و2.4 مع حجم بكسل قدره 1.4 ميكرون، ومستشعر من سامسونج. تستطيع هذه الكاميرا تصوير فيديوهات 4K وتصوير بالعرض البطيء حتى 960 إطار في الثانية مع تقنية الذكاء الاصطناعي. الكاميرا الثانوية بدقة 64 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة هي بدقة 12 ميجا بكسل، واحدة للتصوير بزاوية عريضة 123 درجة، والثانية مقربة تليفوتو، تقريب بصري 3 مرات وتقريب رقمي حتى 30 مرة. ولكن انتظروا قليلا وتابعوا، فهناك نسخة ألترا تأتي بمميزات قوية جدا وتختلف في نقطة الكاميرات. أما الكاميرا الرابعة فهي توف 3D، وعن كاميرا السيلفي فهي بدقة 10 ميجا بكسل، فتحة عدسة 2.2، حجم بكسل قدره 1.22 ميكرون، مع تصوير فيديوهات 4K وتعم تقنية الذكاء الاصطناعي والأوتو HDR. ومن المنتظر أن تكون كاميرا السيلفي تقدم أداء مثل النسخ السابقة، يعني واحدة من أفضل كاميرات السيلفي في العالم. عن الصوتيات فهي تدعم تقنية الدولبي أتموس والمساعد الصوتي بيكس باي، كما يأتي مع بلوتوث الجيل الخامس، منفذ USB Type C، وبطارية بسعة 4000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع باستطاعة 45 واط، شحن لاسلكي باستطاعة 15 واط، وشحن عكسي للهواتف باستطاعة 9 واط. كما يأتي مع حماية كما قلنا هي بصمة الشاشة، ولدينا أيضا الشيء المميز وهو مقاومة الغبار والمياه بمعيار IP68. ما فقدناه في هذه الموبايلات هو منفذ السماعات، يعني هذه النقطة فقدناها كثيرا. أما باقي التقنيات فهي كلها مميزات، حتى سامسونج داس الـ
ANT Plus وعديد المميزات التي تأتي مع هواتف سامسونج في العالم. أما عن النسخة الثانية S20 Plus 5G كالعادة تأتي هي أيضا مع شاشة ديناميك أموليد ولكنها بحجم 6.7 إنش يعني أكبر في الشاشة. وعن الرامات قد تأتي برام واحدة هي 12 جيجا بايت مساحة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجا بايت وبطارية 4500 ملي أمبير. النسخة الأهم والتي أثارت انتباه الجميع هي سامسونج جالاكسي S20 ألترا والتي تأتي بمميزات خرافية. نتحدث عن الشاشة 6.9 إنش يعني شاشة أكبر هذه المرة وكاميرا خلفية أساسية بدقة 108 ميجا بكسل. على كل حال الكاميرا تدعم مميزات قوية جدا ويشاع أن الكاميرا تستطيع تصوير فيديوهات فوق 4K يعني بجودة خرافية جدا. أما عن الكاميرا الثانوية فهي بدقة 48 ميجا بكسل وهي تليفوتو مقربة تقريب بصري 10 مرات وتقريب برقمي حتى 100 مرة وكل هذا مع التثبيت البصري يعني على 3 نسخ. لدينا أيضا سوبر ستدي ولدينا الكاميرا الثالثة هي نفسها 12 ميجا بكسل مع طف 3D وأيضا فيه تطوير على كاميرا السيلفي بدقة 40 ميجا بكسل وهذه الكاميرات تستطيع تصوير فيديوهات 4K مثل النسخ الأخرى لكنها تعطي صور سيلفي أفضل مع بطارية 5000 ملي أمبير. من المتوقع أن تأتي النسخة الكبيرة هاته مع سعر حتى 1190 دولار أمريكي أو بالجزائري 220 ألف دينار جزائري. أما عن نسخة S20 Plus فمن المتوقع أن يكون سعر 1090 دولار أمريكي أو بالجزائري 205 ألف دينار جزائري. وفي الأخير النسخة العادية من المتوقع أن يتم إطلاقها ب 900 دولار أمريكي يعني حوالي 167 ألف دينار جزائري. كانت هذه هي الهواتف الثلاث كانت هذه هي أقوى تسريبات لحد الساعة. فيه مميزات خرافية ستأتي مع الهواتف ودائما هناك فيه بعض التسريبات التي يضاف فيها قليلا ولكن هذا هو الشيء المتوقع على الهواتف الثلاث. هذه هي الفروقات بين الهواتف الثلاث. لا تنسوا لايك للفيديو إن كانت أول مرة تشاهدوني على اليوتيوب. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس كالعادة. تفعيل زر الجرس يخلونا نشاركوا مع بعض جديد معلومات الهواتف الذكية أقوى المراجعات. عندما يصدر الهاتف سأشارككم بالمميزات والعيوب ورأيي في الهاتف. يلا دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.